كانت بتقول له استاذ اسماعيل في التصوير يا مستر. كانت بتقول له يا مستر؟ يا مستر. مستر حافظ. مستر اسماعيل. مع انه المفروض هو يعني بيبقى على طول في التصوير بجلابيه، فاللي يقول له مثلا يا عم اسماعيل، يا استاذ اسماعيل، يا حاج اسماعيل، فانا ما اعرفش، انا متعوده على كلمه مستر اسماعيل، فاجي اقول له مستر يا بنتي انا مش مستر، مسترتيني ليه؟ خلاص يجوا بعد كده الممثلين، استاذ يوسف شعبان، مدام سميره، مستر مين بس، مين مستر؟ ما خلاص انا اسفه، معلش شويه كده، مستر اسماعيل يا بنتي. طب خلاص يا مستر. طب انت عارف ان انت نسيت نفسك ووقفت تسقف لها وتضحك واحنا عمالين نقول لك مثل انك تقيل، مثلك هو ايه؟ صحيح ده. كده برضه كريم. طيب دلوقتي عشان ناخد هو بقى يغني مش كده؟ انت ايه قولي له بقى، ها؟ عشان قال لك انا استعراضي وامثل وارقص وكل حاجه. مين؟ زوزو؟ زوزو؟ زوزو بتاع سعاد حسن. زوزو سعاد خلق زوزو. أمورة اسمها ايه يا سيدي؟ أمورة اسمها ايه؟ زوزو. زوزو هتقول لها خلي بالك من زوزو؟ لا هتقول ايه بقى؟ استاذ حسين فعلا ما غناش في الاغنيه. ما غناش استاذ، مالناش دعوه بالاستاذ حسين. اقول زوزو الوقت احنا عشان نختتم هذا اللقاء. غني، عايز تغني ايه؟ عبد الحليم حافظ؟ عمرو دياب؟ ايوه. ها استنى بس سيبه يفكر دلوقتي. ها انا بقى جبت لك الليست كله. انا ماليش حجه كده فعلا. ايه انا كده ماليش حجه؟ لا مالكش حجه، انا هسيبه يفكر ونرجع له بعد دقيقه في الليله، هنتفق دلوقتي. هنتفق حالا مع كريم عبد العزيز. سعيده جدا اننا نكون الليله بنقدم نجوم المستقبل، الوجوه الجديده ياسمين عبد العزيز وكريم عبد العزيز. وعلى فكره هم مش اخوات، هم كانوا اخوات على الشاشه لكن في الحياه زملاء واصدقاء. وبعدين احنا طلبنا من الاستاذ كريم عبد العزيز دلوقتي على الهواء مباشره تجربه انه يعمل فنان شامل، يعمل لنا فنان شامل، فنان استعراضي. نستحملك؟ استحملوني. انت قلت انا قدها وقدود. لا مش قدها ولا حاجه، بس استحملوني. فاكره لما كان عبد الحليم حافظ بيطلع مع ميرفت امين كده وبعدين يقعد يغني لها وهي بقى تقعد تعمل كده وتبص في السماء، عارفه الحاجات دي؟ اتفضل. الهوا هوا. الهوا هوا. لك مايسترو محمد كريم، صعب قوي، مش هينفع ده عماله تزق فيه وبيخبطوا لها الهوا هوا بيخبطها على راسها. لا ده انتوا عايزين خناقه. لا ما ينفعش. ما ينفعش.